نعم حاتم، صباح الخير. صباح النور. منذ ليلة أمس كان هنالك حركة عسكرية واسعة للغاية في عدد كبير جدا من أحياء وشوارع العاصمة الخرطوم في كل مدنها، الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان. ليلة أمس كان هنالك إطلاق كثيف للغاية للرصاص المضادات الأرضية ثم أتبعها بعد ذلك إطلاق مكثف للقصف للصواريخ عبر القصف المدفعي. كثير من أحياء الخرطوم كانت تعاني من انقطاع شبه تام للكهرباء، وهو الأمر الذي مكن كثير من الناس رؤية المقذوفات وهي تتهادى في السماء، بالإضافة إلى رؤية المضادات الأرضية في عدد كبير جدا من الأحياء. قصف الجيش كثير من المواقع التي يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع. هذه المواقع في منطقة شرقي الخرطوم، في جبهات التي دأب الجيش على قصفها، في مناطق بري وحي الشاطئ وشارع الستين والمعمورة وأركويت، بالإضافة إلى عدد من الأحياء جنوبي ما يسمى بالحزام الجنوبي، جنوب الحزام، وهي المنطقة الواقعة جنوب الخرطوم. كان هنالك أيضا اشتباكات مكثفة في مدن أم درمان، في أم بدة، وفي أبو سعيد، وفي منطقة الفتيحات. هذه المناطق كانت هنالك اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. أيضا نفذ سلاح الجو التابع للطيران السوداني عدد من الغارات في منطقة شرق النيل، ونحن نقصد بشرق النيل هي المنطقة التي تقع أو الأحياء التي تقع شرق النيل الأزرق. كان هنالك أيضا طوال ليلة أمس حركة كبيرة جدا لقوات الدعم السريع في منطقة شرق الخرطوم، وهو ما فسره البعض احتفالا. قال مواطنون تحدثنا مع مواطنون أبلغونا أنهم استمعوا إلى أصوات زغاريد وأصوات أبواق سيارات، ربما قالوا أنها هي احتفالات بسبب استسلام قائد ميداني كبير، إلا أن هذا الأمر تم نفيه بعد ذلك. أشكرك جزيل الشكر محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم.